صباح الخير. هلأ صار صباحي عسل، تفضلي. كلك ذوق، شكرا لك. نمت منيح؟ ايه نمت بكل راحة. فرحتيني، لأنه برنامجنا اليوم مضغوط كتير. رح أخذك على مناطق مفاجئة بفيينا، ورح نتغدى بمطعم بياخد العقل كان قصر سابقا، وبعدين رح نشوف معرض رسم مؤلف من لوحات أمبروس ترونيست، والمساء في حفلة بالقصر الشتوي كمان. رائع. كأنه في شغلات تانية براسك؟ بشو عم تفكري؟ سمر أنا آسفة، عم حاول اتهرب من كل هالمشاكل بس ما عم بقدر. المشاكل عم تلحقني لهون، ما عم بقدر بنوب. عم قول لحالي يا ترى غلطت اني تركتها بوضع هاد واجيت. اكيد شو ما حكيت ما رح بقدر ريحك. بجوز هيك بيكون افضل، الوحدة بعض الاحيان بتكون منيحة كتير. ما بعرف، انسى، مو حابة انزعلك مراقك. خليك اليوم رايق ومرتاح. وقت بتكوني معي ما في حدا بيقدر ينزعلي مرائي ابدا، حتى انتي. على حظنا الجو كتير حلو. ايه لانك موجودة معي. عفوا. المادموزيل راحت على المزرعة بناء على دعوة من انعام خانو، والسيد عدنان راح لهنيك اليوم الصبح. شو عم بيصير ما عم بفهم، بس فكرت انك حابة تعرفي. يسعد صباحي. خبر سيء شيء؟ لا ابدا. انا اسفه، لازم رد على هالمكالمه. عن اذنك. خدي راحتك. ألو. صباح الخير فيروز خانم، أنا سيلفا مساعدته لحسام بيك. أهلين سيلفا. أهلين فيكي، هلأ بلغوني برسالتك. طالبة إحسان بيك يتصل بحضرتك، اليوم الصبح ما عنده مرضى. رح يتأخر اليوم شوي. والله؟ إذا كان الوضع مستعجل بإمكاني أوصل له. إيه مستعجل. بجوز انت فيكي تساعديني، لانه سمر مضوع على الوصفه وهلا نحن برات البلد. اكيد موجوده عندكم بالسجلات، ممكن تبعتي لي اياها بالفاكس على الاوتيل او ليلي انا بسجل الادويه. انا بعرف انه ما سجل لها وصفه لسمر خانو. هيك لكان، معقول يكون فهمانه منا غلط؟ على الاغلب. شو بها سمر خانو؟ اذا كان مشان الاقياء انا بخبره للدكتور. خليه يوصف لدواء فورا. ايه عندها اقياء طبيعي بالاساس، مو هيك؟ حرام امبارح تضايقت كتير. بالاسبوع الخامس من الحمل عادي طبعا، ومع مرور الوقت هالشي رح بيخف تدريجيا. ايه طبعا. اذا ما في اقياءات كتيرة ما بننصح تاخد ادوية، بس انا بسأله الدكتور اذا بتحبي.
بصراحة ما في داعي لأنه ما في إقياء، لعيت نفسه بس هلأ تسطحت، بركي بتتحسن. إذا ساءت الأمور أنا بتصل مرة تانية. تمام، إمتى ما بتحبي نحن بالخدمة. شكراً، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. شو صاير فيروز؟ خبر سيء شيء؟ له علاقة بسمر؟ نزعت لك عطلتك مرة تانية. شو عم تحكي أنت؟ إذا بدك فينا نرجع فورا لإسطنبول. لا، استنى لشوف، بجوز بقدر حلها من هون، ما بيعود في داعي لنرجع. مثل ما بدك، أنا معي. بتشكرك.